اللي جينا نهضروا على الاغتصاب بشكل عام هو نتيجة مجموعة من الأسباب ومجموعة من الاعتبارات اللي كتدخل فيها الاجتماعية والاقتصادية، ولكن كيبان لي أننا حل الوقت لصدور مجموعة من المراسم القوانين ومن المقتضيات القانونية التي تضرب بشدة كل من يحاول أن يغتصب أو أن يقوم بفعل الاغتصاب، خاصة في حق الأطفال، وهذا ما وقع مؤخرا في قضية طنجة بخصوص الطفل عدنان. وأنا أطالب من هذا الموقع أن تكون العقوبة مشددة. لماذا؟ وذلك كي لا يكون هناك تمادي في عقوبة الاغتصاب، خاصة وأن عقوبة الاغتصاب ليس أثرها أثرا فوري، وإنما يبقى أثارها ممتدة إلى ربما إلى سنوات كثيرة، خصوصا بالنسبة لذوي الضحية. ان فيت هاد الظاهرة فريمون أثرت فينا بجميع النواحي كونسيرنون يعني في المجتمع، ماشي أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة، كانت بلوزيغ فوا أن هاد الظاهرة كانت ظهرات، وهاد الفجعة اللي كانت مؤخرا سيغسو أثرت بزاف الناس، على الناس ولاو كيخافوا على ولادهم، وهادشي ما خصناش نسكتوا عليه، فريمون ما خصناش نسكتوا عليه، خاص في اقرب وقت تكون لا ديسيزيون فينال. حاله الاغتصاب الانسان الا كان بعيد على الدين، راه داكشي اللي كيوقع، اما الا كان عارف بينه وبين الله ما غاديش يوصل لهادشي ديال الاغتصاب. بنادم اعتبرهم ولادو، انا راه قلت الضمير، الا كان الايمان ضعيف راه داكشي اللي كيوقع. انسان كلشي غادي يولي يخاف على ولاد، انا دابا عندي وليدات تنخاف عليهم، انا الدري حيت لي مدرسه باش انا نقري في الدار، اش باغي نقري في المدرسه، خفت عليه. وليت نخاف عليه بزاف، تيخرج انا وياه تنمنك الخدمه باش نخرج مع الدري، شوف اش راه ما خصش يبقى من قدام، ما خصش يبقى نورمالمون. شنو نقول لك، ماشي غير الاعدام بزاف الناس طالبوا الاعدام، ولكن ماشي الاعدام، خاص اكثر من الاعدام. الاعدام راه شي حاجه لا موان شوز اللي خاصنا نديروها في الاعدام، وانا كنطالب يعني من المسؤولين يديروا يعني اون فيت الحاجه اللي تقدر العبره، و او ميم طون شي حوايج ابارامون هذاك السيد خصو يتعاقب. العقوبه اللي تعطي عبره للناس، بنت صغيره ولا سميتو ولا دري صغير، شحال من واحد اغتصبوا دري صغير وسميتو، كنطلب انا من الحكومه دير شي قانون ديال المعقول نيت، حيت علاش؟ راه هادو اجيال اللي طالعين، راه بنادم راه كيتعقدوا والديهم، كيتعقدوا هما، كيتعقدوا الجيران، كيتعقدوا الشعب كله. حنا بغينا هاد الشعب هذا يطلع مزيان. خاص العقوبه خاص يكون اعدام، ولا كيف تدان تدان، فهمت؟ والله بقى به الحال. المرأة ديالي عندي كابي كعات، قالت لي أنا مبقيتش نخرج الزنقة، نقبل الدراهم، ولكن أنا تنطلب كل واحد يكون مسؤول على هادشي اللي ورئيس الحكومة، تنطلب ليه يكون يتبع هاد القرار هذا والإعدام، الإعدام. أطالب وبشدة لمرة ثانية بضرورة تشديد عقوبة الاغتصاب، وإعادة النظر في المقتضيات المنظمة لعقوبة الاغتصاب وللعناصر التكوينية للاغتصاب، وخاصة فيما يخص الأطفال وفيما يخص النساء الذين اعتبرهم من هذا الموقع أنهم طرف ضعيف، ولا يمكن أن يستغل ضعفهم بشكل يمكن أن يكون الجاني في الأخير محط عقوبة هينة أو سهلة، وإنما يجب أن تكون العقوبة مشددة كي تكون هناك عبرة للآخرين ولكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجنايات وهذه الجنايات.